السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول طبقا لاخر تعديل على المنهج بتاع الوزارة من كتاب المعاصر. وطبعا النهاردة هنبتدي نشرح ليسون 4 و5 و6 لحد نهاية يونت 1. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا احنا بناخد 3 ليسونز او 3 دروس كل اسبوع، بحيث ان احنا نخلص المنهج مع قبل نهاية الترم وتكون كمان رجعت عليه بمنتهى السهولة. فعايزك تحل الهوم وورك اللي هتاخده كل مرة علشان خاطر ما تفوتكش اي حاجة اول باول. النهاردة بنتكلم عن الفونكس او الصوتيات في ليسون 4 و5. هنتعلم ازاي ننطق الحروف المختلفة مع بيزي بي. فاول حاجة ازاي ننطق اي او حرف الاي لما يجي مرتين في اي كلمة بننطقه بشكل عامل ازاي. فعندنا هنا بيقولك The letter EE makes the sound I. لما يجي أي كلمة فيها EE، الـ EE مع بعض بننطقهم I. زي مثلا feel happy يعني يشعر بالسعادة. وزي be يعني نحلة. وزي sleep يعني ينام. وزي meet يعني يقابل. وزي green يعني اخضر او لون اخضر. اما تاني حاجة عندنا عايزين نتعلمها مع بعض، هو لما يجي عندنا حرف الاي وبعد منه ايه في اي كلمة بننطق الاي ايه برضو على انها ساوند بتاع حرف الاي، فبنقول اي بدل ما نقول اي ايه. زي كلمة leaf يعني ورقة شجر. زي كلمة clean يعني ينظف. meat يعني لحم. eat يعني يأكل. team يعني فريق. طبعا دي الساوندز اللي احنا لازم نعرفها. بقى كده عندنا هوم وورك بسيط كده نحله، وبعدين نتنقل على الجزء اللي بعد كده. هو بيكلمنا هنا عن الان البادئة بيو ان اللي هي ان، ودي طبعا بتيجي تنفي بيها اي حاجة، بتيجي بتنفي معنى الكلمة. فهنا البادئة ان ليو ان بتعني ليس او غيره، بتيجي بمعنى نوت. زي مثلا لما اقول unhappy يعني غير سعيد. لو شلنا الان هتبقى happy يعني سعيد. فبيقولك unhappy بتساوي not happy. طبعا هنا بيقول لنا read and learn الكلمة، وطبعا والأوبزيت بتاعها او العكس بتاعها small big tall short happy unhappy healthy unhealthy. عرفنا ازاي on بتيجي تخلي الكلمة معناها not كذا، بتخليها بالعكس يعني. طبعا هنا عندنا homework تحت منها. في عندنا كمان في الرايتنج سكيلز حاجة اسمها البانكتيويشن ماركس او علامات الترقيم، واحنا عندنا حلقة كاملة على القناة ليها دعوة بالبانكتيويشن ماركس، بتشرح البانكتيويشن ماركس كلها من اولها لاخرها، هتنفعك في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية كمان. سهلة جدا وبسيطة جدا، وهي شرح البانكتيويشن ماركس او علامات الترقيم كلها، تقدر ترجع لها. احنا عندنا هنا بيعرفنا بعض علامات الترقيم زي الكابيتال ليترز او الحروف الكبيرة. الكابيتال ليترز او الحروف الكبيرة اللي هي الاي والبي والسي، دايما اي حرف في اول الجملة لازم يكون كابيتال ليتر. زي مثلا لما اجي اقول she feels tired، هنا she مؤلوية في وسط الكلمة هتبقى she عادي small letters، لكن هنا الاس عشان اول الجملة فكان لازم تيجي بشكل capital. وزي مثلا they are happy
they هنا T بتاعتها جت capital لأنها أول حرف في الجملة كلها، فدي capital letters. كمان capital letters بتيجي في حتى لو في وسط الجملة لو هي خاصة باسم من الأسماء، يعني لو في اسم خاص بشخص معين حتى لو جه في وسط الجملة اسم الشخص ده أول حرف فيه بيكون capital، زي أميرة، مروان، علي، هدى. أي حد أي شخص اسمه هيجي في وسط الجملة أو في وسط الكلام هيجي أول حرف فيه capital letter. تاني حاجة النقطة أو الفول ستوب أو البيريود، طبعا هنا بنستخدم الابيريود أو الدوت أو الفول ستوب at the end of the sentence في آخر الجملة، لازم في آخر كل جملة نحط نقطة كده أو فول ستوب، زي مثلا I feel happy. I feel happy. He is sad. He is sad. طبعا أي جملة لازم يكون في نهايتها نقطة، عشان دي من علامات الترقيم الخاصة باللغة الإنجليزية. وطبعا عندنا هنا تحت example وده homework. The homework. عندنا هنا الريدنج بقى. طبعا عندنا هنا الريدنج. فبيقول لنا هنا listen, read and role play. role play يعني مثل، قوم بتبادل الأدوار مع حد تاني وهو يقول كلام وانت ترد عليه كأنكم بتمثلوا الديالوج ده. فهنا بيقولك هاني and Hannah are in the kitchen. هاني وهنا واقفين في المطبخ. فهاني بيقول لها، فهنا بتقول له هاي هاني. هاني هاي هانا. How do you feel هانا؟ I feel thirsty and hungry but we had a great game. هاني I can make you a sandwich. هانا thank you, you are very kind. هاني have some juice. هانا thank you. تمام. هي جايه تعبانه من لعب الباسكت بول اللي كان بتلعبه والكره في ايدها، فهو شافها تعبانه فعرض عليها عصير وعرض عليها ساندويتش، وهي قالت له انت طيب وانت لطيف جدا. وده كان الريدنج بتاعنا، لازم نتدرب على الريدنج لان احنا ما عدناش صغيرين. طبعا تحت منها هوم ورك لازم تحله مع لازم نحله علشان نوضح قد ايه احنا فهمنا الديالوج ده. طبعا هنا بيدربك على كتابة بعض الكلمات عشان تحفظها، فده homework. الاكتيفيتي على lesson 4 و 5 homework. وعندنا lesson 6. و lesson 6 lesson بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة، هي اصلا عبارة عن بعض التدريبات والexercises على كتابة بعض الكلمات. المليمتر او المليمتر طبعا ده اصغر وحدة قياس، والسنتيمتر او سنتيمتر، وبعدين ميجر يقيس، ثمب اصبع الابهام اللي هو ده اصبع الابهام اللي هو ده اسمه ثمب. لما تعمل حد كده كانك بتقول له جدع يعني، ده اسمه ثمب او اصبع الابهام. وطبعا فينجر او اصبع اليد. بيقول لك هنا you can use a centimeter ruler to measure. ده سنتيمتر طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا، وكل سنتيمتر فيه شرط صغيرة خالص، دي كل شرطة من دول مليمتر. شوف صغيرة ازاي، فالسنتيمتر الواحد فيه 10 مليمترز او 10 مليمتر. فطبعا السنتيمتر بنقيس بيها الحاجات الاكبر شوية من الحاجات الصغيرة خالص اللي ممكن نكون بنقيسها بالمليمتر. فبيقول لك هنا مثلا بيعرفك ان my pencil is 8.5 سنتيمترز، او البنسل بتاعي القلم الرصاص بتاعي طوله 8 سنتي ونص. my pen is 9 سنتيمترز او 9 سنتيمتر. طبعا ده هوم ورك، هتشوف بقى الحاجه طولها قد ايه على الرولر او على المسطره وتكتب الاجابه بتاعتها. هنا عندنا جزء حلو قوي، معلومة بسيطة كده وجميلة قوي خاصة بالطول. فبيقولك ask about the length of vertical objects. ال vertical objects الحاجة اللي من الأرض طالعة لفوق، ده اسمه vertical. ده اسمه ايه؟ vertical، من الأرض طالع لفوق كده vertical، كأنه شخص واقف، كأن حد واقف على رجله على الأرض.
vertical أو عمودي، رأسي، رأسي أو عمودي. فأنا لما أجي أسأل على حاجة بشكل عمودي، واقفة بشكل عمودي أو بشكل رأسي، زي شخص واقف من الأرض كده، واقف على الأرض كده ودماغه واقفة في السماء كده، ده اسمه. لما باجي أسأل عن الطول بتاعه ده بقول عليه tall، فبقول how tall is، يعني كم طوله، how tall للحاجة اللي احنا بنسأل على طولها بشكل رأسي من الأرض لفوق. how tall is، how tall is he، وطوله قد ايه. فهنا بيقول لك هنا طوله قد كذا، he is 125.3 سنتيمترز، هو طوله 125.3 سنتيمتر. how tall is she، هي طولها قد ايه، بيقول لك هنا she is 128.1 سنتيمتر طول، او هي طولها 128 سنتي واحد من عشرة، وده طولها. how tall are، لما هنا بنسأل عن طول مجموعة بقى، how tall are the children، كم طول الأطفال، فبيوريك بقى كل واحد منهم طوله قد ايه، وكاتب لك تحت منه طوله قد ايه، وادي الرولر بتاعتهم جنبهم، او المسطرة او المقياس جنبهم، بيقول لك طول كل واحد منهم قد ايه. واحنا قلنا هنا are لان بيجي بعد منها اي جمع، plural يعني جمع، لكن singular يعني مفرد، فإز بيجي بعد منها المفرد السنجلر، لكن are بيجي بعد منها أي جمع، زي children زي ما قلنا من شوية، الأطفال، فبنقول عليهم are زي ما قلنا من شوية. وبكده نكون وصلنا للأكتيفيتي بتاعت lesson 6 والأكتيفيتي على unit 1. نكون كده أنهينا شرح unit 1، وإن شاء الله المرة الجاية هنشرح unit 2. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهارده كده، نكون وصلنا لبيج 65 او صفحه 65. المره الجايه هنبتدي نشرح يونت 2. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.